أنا أذكر أن شخصا من أصدقائنا ذهب لكي يطلب التعدد، فقال له القاضي: لماذا تريد أن تتعدد؟ قال: لأنني أحب النساء. فقال له: ماذا؟ اتأدب في المجلس. شيخ الحسن، قد يعني يقف المسلم في مسألة من المسائل من بينها التعدد، ويقول ربما أنه عندهم حق، مسألة التعدد يجب أن نأخذ الإذن، يقف أمام القاضي ويشوف في أمره. أنا سأقول لك أمرا. موضوع التعدد هذا أولا هو موضوع حورب حربا شعواء منذ القرن الماضي عندما دخل الأعداء لبلادنا. لماذا حورب؟ لأن الأوروبيين النصارى في أصلهم كانوا نصارى، لأن الأوروبيين في أصلهم كانوا نصارى، والنصرانية تمنع منعا باتا التعدد. النصرانية تمنع منعا باتا التعدد كما هو موجود في الإنجيل. الإنجيل الله أعلم هل هو هذا الذي أنزله الله على سيدنا عيسى أم أنه حرف، لكن يعني حتى لو كان قد نزل على سيدنا عيسى عليه السلام، المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، فإنه في جميع الأحوال قد نسخ هذا الحكم. وفي الشريعة الموسوية التعدد يعني جائز، لا ليس في أي حرج، بل إن الشريعة الموسوية لم تحدد التعدد بأربعين نسوة لعله مطلق، لأن سيدنا سليمان تزوج أكثر من 100 امرأة، وسيدنا وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، إذا بناء على هذا فإن الإسلام عندما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال فانكحوا ما طاب لكم، انتبه، طاب لكم يعني مثل الإنسان يريد أن يأكل تفاحة وإجاصة وموزة وغيرها من الفواكه الشهية، أمر تشتهيه نفسه، فلا يمكن أن يقال إنه لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا بإذن قاض ينظر في حاله. أنا أذكر أن شخصا من أصدقائنا ذهب لكي يطلب التعدد، فقال له القاضي: لماذا تريد أن تتعدد؟ قال: لأنني أحب النساء. فقال له: ماذا؟ اتأدب في المجلس. قال: كيف أتأدب في المجلس؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء؟ أين العيب في هذا الأمر؟ فإذا عندما يصبح، انتبه، عندما يصبح الحلال عيبا ويصبح الحرام حرية شخصية، عندئذ فقد انقلبت الصورة وانقلبت الموازين، فيدافعون دفاعا شديدا عن الحريات الفردية، ولك أن تصاحب من شئت وتذهب مع من شئت، ويريدون أن يغيروا القوانين حتى تصبح المصادقة أمرا مباحا لا حرج فيه. فإذا جاءوا إلى الحلال اشترطوا وضيقوا وقيدوا على الإنسان قيودا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وقد رأينا الصحابة رضي الله عنهم، بل رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، بل رأينا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم تزوجوا، وما قال أحد منهم تزوجت لأجل كذا ولا أجل، لا، تزوج لأنه هكذا، هذه طبيعة الإنسان، أن الرجال يحبون النساء وهكذا الأمر. والله عز وجل يقول اللهم صل على سيدنا محمد: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل مسومة والأنعام والحرث، هذه من زينة الحياة الدنيا وانتهى الأمر، لكن قيدوها وجعلوها من العيوب ومن كذا وما إلى ذلك، فقط في الحلال. أما في الحرام لا، حرية الشخصية وللإنسان، حرية الفردية، والإنسان أن يصاحب من شاء وقت ما شاء كيف ما شاء، وليس لأحد أن يمنعه من ذلك.